ما اسم القبيلة التي ينتمي إليها النبي محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي قبيلة ينتمي؟ ما اسمها؟ قريش. أحسنت، اسمها قبيلة قريش. هل كانوا يؤمنون بالله؟ نعم. لم يكونوا يؤمنون بالله وكانوا يعبدون الأحجار والأصنام التي كانوا يصنعونها. فدعاهم النبي محمد إلى عبادة الله ربهم، ولم يقبلوا في البداية، لكنه في النهاية قبلوا دعوة محمد وأصبحوا مسلمين. لماذا لم يقبلوا دعوة محمد في البداية؟ زياد، لماذا كانوا منشغلين؟ كانوا منشغلين في التجارة. وما التجارة؟ البيع والشراء في الأسواق. لم يقبلوا دعوة محمد في البداية، لكنه في النهاية أقبلوا. واستمعوا، سأقرأ صوت قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلاف الشتاء والصيف. فليعبدوا